أخوات والإخوان، أصدقاء، السادة أعضاء المكتب السياسي، السيد رئيس الجهة، الأخت العزيزة، الإخوان المنسقين، المناضلات والمناضلين، الإخوة ممثلي الأحزاب الصديقة، ممثلي الهيئات المحلية والجهوية، مرحبا بنا كاملين هون في طنطان. أنا بغيت نشكر وبطريقة خاصة حقيقة وأكثر من خاصة هي طريقة شخصية الإخوة والأخوات المنظمات والمنظمين شبيبة التجمع الوطني الأحرار، أولاً لاختيارهم لإقليم طنطان في الجهة وتكلم عليها الأخ مصطفى وغادي نقول لكم علاش، وثانياً لاختيارهم لهذه القاعة. الأخوات والإخوة بغيت نقول لكم بأن هذه القاعة بالنسبة لي عندها دلالات جد كبيرة لذكريات في هذه القاعة، وبهذه المناسبة أترحم وبغيتكم ترحموا أيضا على روح الأخ الأستاذ السيد المستشار نبيل حسن الله يرحمه، اللي كان رحمه الله، اللي كان يمكن أولا من أبناء طنطان، أبناء طنطان الشرفاء، واللي قبل الجميع، قبل كل المؤسسات العمومية وكممثل للقطاع الخاص كانت له رؤية يمكن في آخر السبعينات أو في أول الثمانينات باش فتح هذه القاعة السينمائية لعرض أفلام سينمائية. واش كتفكروا دقيقة واحدة أننا في سنة 2018 اليوم وهذه القاعة لها أكثر من 35 سنة فتحت هنا في إقليم طنطان اللي كان كيتكلم عليه درك الأخ مصطفى بيتاس وكيقول لكم كاين عزل ديال بعض الجهات، كاين يعني عدم توازن في توزيع الثروات ما بين الجهات وغيرها. هل يمكن أن يقبل العقل، وهذه هي الدلالة الأولى اللي بغيت نقول لكم، أنه 30 عام رجوعا إلى الوراء كانت رؤية أو على الأقل كانت أحلام لبعض الأشخاص، أشخاص وأولاد هذه المنطقة وهذا الإقليم، من أجل القيام بهذا الإقليم وبالتالي القيام بهذه الجهة، القيام ثقافيا، القيام بها ثقافيا وعلميا. وحنا اليوم في 2018 كنتكلموا على النموذج التنموي الجديد لوطننا الحبيب والعزيز. هذا بغيت نعطي لكم كغير كيظهر لي بالنسبة لي هذه دلالة تعطينا نوع من التفكير. الدلالة الثانية هو أنه في هذه القاعة، وهذا ما كيصغرني، ولكن أول خطاب نضالي لي شخصيا وحزبي كان في هذه القاعة، في هذه القاعة ما عقلتش في أي سنة بالضبط، ولكن كان في عمري سبع سنين أو ثمان سنوات، ومن هنا تعلمنا النضال. لا من بعد في الثمانينات، ما عقلت بالضبط ولكن كانت في الثمانينات 84 ولا زيادة 75 دونك فوالا. من هنا تعلمنا النضال في حزب التجمع الوطني للأحرار. من هذه القاعة كان ديك الساعة والدي رحمه الله كان نائب برلماني على إقليم طنطان، وكان ديك الساعة أيضا التجمع الوطني للأحرار له حضور وازن في الأقاليم الجنوبية. كان الأخ رحمه الله السيد ديول سيدي بابا كان نائب إقليم قليميم، والحاجة اللي بوعيدة رحمه كان نائب في إقليم طنطان، وكانت عندنا تقريبا كطفلة ديك الساعة كنا كنسموها صوت الطفولة، كان بالنسبة لنا شيء عادي كأطفال نكونوا كنناضلوا في مناطقنا تقريبا دائما وسنويا. وبعض منكم هنا يمكن كيعرفوا هذاك النضال، ياسين عكاشة بصفته مناضل وابن مناضل أيضا، وعدد من الأخوات والإخوان أيضا كيعرفوا هذه الروح النضالية التي تربينا عليها. علاش كنقول لكم هذا الشيء؟ لأنكم شباب وتمثلون مستقبل الغد، المستقبل القريب عندكم، راه المستقبل القريب، ما كنتكلموا عنكم اليوم كتفكروا باش الوقت راه كيجري. و
المبدأ الثاني اللي تعلمناه من هنا هو الإخلاص، الإخلاص للوطن، الإخلاص للملك، الإخلاص للشعب، والإخلاص للمبادئ والقناعات. أنا بغيت نشارك معكم هذه الذكريات لأن بالنسبة لي شخصيا لها دلالات، ويمكن هنا كان انطلاق نزعة النضال وروح أيضا النضال بصفة عامة، سواء النضال الحزبي أو النضال السياسي بصفة عامة. المسألة الأخرى اللي بغيت نقول لكم هو أنكم فعلا لابد أن نفتخر بتواجدنا اليوم هنا وبتنظيم هذه الجامعة الشتوية اللي كانت قريب تكون ربيعية، بحيث أننا الحمد لله على أيام من ابتداء فصل الربيع، وهذه مرحلة جديدة يعرفها حزب التجمع الوطني الأحرار تحت رئاسة الأخ عزيز أخنوش. هذا الحمد لله بالنسبة لنا تراكم متميز للتجارب داخل الحزب، قفزة نوعية داخل حزب التجمع الوطني الأحرار، الذي ننتظر وينتظر منا جميعا أن نكون إن شاء الله عند المستوى. عند المستوى كيف؟ أولا كيف ما قلت بالأخلاق والمبادئ. لماذا؟ لأن العالم اليوم وبلادنا اليوم، ملي كنتكلموا على الفساد وكيتكلم الأخ السيد رئيس الجهة عبد الرحيم بوعيدة على التغيير وعلى الكفاح الذي نعرفه جميعا داخل الجهة، هذه أولا من أزمة مبادئ. ملي كنتكلموا على تعريف بالانفصال أو الوطنية وكذا، عندنا أزمة مبادئ نعيشها اليوم. مع الأسف الفساد أصبح مبدأ عام وأصبح شيء طبيعي عند عدد من الناس. الرشوة مسألة طبيعية عند عدد من الناس، يعني كنتكلموا عليها بحال شي حاجة عادية. التجارة الغير الشرعية عادت مسألة جد عادية، في حين أننا نحن ما تربينا على هذا الشيء. وأنا كيظهر لي أنه إلا بغات البلاد، إلا بغى وطننا يمشي القدام وبغينا كاملين نمشي القدام، خصنا كلنا نجندوا لمبادئ اللي كنعرفوها كاملين. إذا أزمة مبادئ كتمشي لأزمة حكامة، وهذا الشيء اللي عايشاه المنطقة اليوم. أنا قلت هذيك المرة جهة قليميم وادنون اليوم، وأنتم خير دليل على ذلك، لأن الحمد لله شباب تمثلون المنطقة، ولو أنه الحمد لله كنشوفوا شباب آخر من أقاليم أخرى عبر يعني جميع ربوع المملكة، الحمد لله اللي جاوا باش يحضروا ويشاركونا في هذه الجامعة، تعلمون مدى عمق الأزمة التي تعيشها الجهة، والأزمة التي تعيشها وبالتالي الأزمة التي تعيشها المنطقة، ومدى صعوبة يعني الدفع بالتنمية في هذه الجهة. أنا شخصياً كنت عفوية هذه سنوات، كنت أظن أنه يكون عندنا شوية ديال يعني فكر أو شوية ديال يعني ذكاء باش يمكننا نسير هذه الجهة، ولكن لا، الأزمة أكثر عمقاً، والمسار مسار الثقة ومسار الإصلاح أكثر صعوبة، ويعني يتطلب حقيقة صمودا وصبرا ومجهودات أكثر فأكثر. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر، ولكن الرسالة اللي بغيت نبلغ لكم وأنكم مسؤولون أيضا، ماشي لأنكم شباب اليوم ولأنكم اجتمعتوا باش تديروا تفكروا، ولكن أنتم أيضا تشاطروننا جميعا هذه المسؤولية المشتركة، مسؤولون على مستقبلكم اللي بين يديكم، ومسؤولون أيضا على أن تقوموا أو يعني تبنوا هذا المستقبل على أسس صحيحة وجديدة، ولا تخافوا من الاختلاف، وما يخلعكمش تغيير، وما يخلعكمش أفكار جديدة، ما تحاولوش تنقلوا من الناس الثانيين، الناس القدامى. أنا نقول لكم أنتم الشباب عندكم يمكن وسائل أكثر وعندكم سهولات أكثر باش تجيبوا أفكار يمكن أكثر نجاعة من أجيال أخرى، ولذلك تكون عندكم هذه الجرأة. بغيتكم تكون عندكم الجرأة، بغيت شباب التجمع الوطني الأحرار خصوصا في جهتنا تكون عنده واحد الجرأة باش يمشي للتغيير، ولكن التغيير الصحيح، التغيير البناء اللي ماشي فيه إعادة
يعني نفس الطريق او نفس المناهج اللي كانوا كيقوموا بها الاخرين. لن اطيل عليكم اكثر من هذا، اتمنى ان شاء الله النجاح لجميع الورشات. هذه اول تجربه للجامعه الشتويه، ان شاء الله غيكونوا مع الاخ زاهر والاخوان في المنظمه، غادي يكونوا ان شاء الله جامعات اقوى واوراش اكثر في عبر جميع ربوع المملكه. بوكوراج مره اخرى، ونتمنى النجاح لهذه الجامعه.